احنا يعني انت الركائز الحق، احنا انتم الركائز الاساسيه اليوم، يعني سلم الرواتب مو هو خيار، هاي قضيه شعب سيد احمد، يعني تحقيقها امر مو مستحيل بالنسبه وصعب للحكومه. هناك بالفعل قانون ينص على التمييز والتفريق بين موظفي الدوله والوزارات. اريد اسالك اليوم كم عددكم بالضبط؟ 4 مليون او اكثر اللي تطالبون بهذا الشيء؟ أكثر من 4 مليون. أكثر من 4 مليون. من 4 مليون و200 موظف تحت خط الفقر. طيب 4 مليون حقيقة. جنابكم قاطعتوا الانتخابات طبعا مثل ما افتهمت من عندك اليوم. 4 مليون قاطعنا الانتخابات احنا، واحنا امام الملأ يعني، لان حقنا. طيب حقنا الشرعي، حقكم الشرعي اليوم انصافكم كتعديل رواتب وسلمه. هم بالفعل اليوم العراق ده يعاني من سوء المعيشه مقابل ارتفاع الاسعار في الاسواق المحليه. اقل راتب بالضبط، وكونك ممثل اللجنه التنسيقيه العليا، اقل راتب ده يتقاضى موظف وده يطلع بهاي التظاهرات وتطالبون بحقكم؟ ست وجدان. نعم ست وجدان. القانون القديم الدرجة العاشرة 170 الاسمي، 170 ألف الاسمي. القانون السلم للرواتب الجديد 425 الاسمي. هذا احنا ليش الاسمي؟ من يتغير الاسم والمخصصات راح يصير ننهي على الفوارق الطبقية بكل الوزارات. ما من المستحيل نفس الاختصاص ونفس الشهادة ونفس الخدمة استلم 500 ألف وباقي وزارة أخرى يستلم 1.5 مليون، ما ممكن حقيقة يعني. طيب شنو فرقه عني آني؟ يعني هذا التفاوت بالفعل كبير. أنا 14 وزارة، تفاوت جدا كبير يعني، ما ممكن التغاضى عنه. وأنا بالعافية على كل إنسان، كل وزارة مو مشكلتي، بس أنا مشكلتي يعني وزارة التخطيط العراقية جهة رسمية قالت بلسانها الراتبة 750 ألف الموظف العراقي يعتبر تحت خط الفقر. احنا عندنا رواتب 170 و140 و250، هذا شي يسموه حقيقة يعني بالعام اني ادوب بكفي مسواد. كلام ما جبته من جهة، خلي اتوجه الى سيد، يعني حقيقة يعني هذا الكلام مو كلام صحيح. خلي اتوجه للسيد حيدر. سيد حيدر تسمعني؟ يعني الموظف البسيط، يعني تفضل استاذ احمد، وزارة التخطيط العفو المعيار اللي تعتمده 750 ألف، يكون الراتب يكون الموظف تحت خط الفقر. يعني اللي راتبه 240 شنو تسميته؟ يعني تحت خط الفقر بال 750. احنا هاي التعديل اليوم التعديل بالفعل يحتاج الى رؤية اقتصادية جديدة. يعني سيد حيدر، هاي ذكرتها اليوم ال 170 ايجار لو مولده لو اكل لو شرب لو مدارس، زين منو بده يحس بيها؟ بس انتو. اكيد، لان الموظف هو اللي يعاني مو المسؤول. الموظف هو اللي يحس بالمعاناه، المسؤول لا يحس بالمعاناه، لأن ما عايش الواقع المرير اللي عايشه الموظف البسيط. ست وجدان احنا 14 وزارة رواتبها متدنية. 14 وزارة صار من 2015 لحد الآن رواتبها قياسا بسعر صرف الدولار لا شيء. بدأ السوق يصعد والراتب يفقد قيمته. هسه راتب الموظف فقد قيمته تقريبا أكثر من نص. يعني الموظف البسيط هسه لا يلحق على إيجار، ولا يقدر يدفع فلوس مولده، ولا يقدر يشتري ملابس، ولا يقدر يلحق ان يعيش عائلته عيشه كريمه كما كفله الدستور العراقي.